قديمة شوي لكن أسمعكم إياها. أول ما طلعت السنابات اللي يصور في المسجد واللي يصوره ساجد واللي يصوره هو يعني شوي تلفت انظر ما هي بالسنابات كلها ترى. قلت يلي فعلت الخير ترجي ثوابه، تبغى رضا من بيده النون والكاف، بسنابكم شفنا فعول انتشابه، شفناك في المسعى وشفناك تطاف، وشفناك تدعي خايف من عذابه، وشفنا قلوب تخشع اصخاف ورهاف، وشفناك تستغفر وتقرا كتابه، وشفنا الكرم بالطيب باشكال واصناف. يا اخي بتعمل خير خل الريابه، اعمل عمل بالسر ما هو بينشاف، اخلص وتلقى دعوه مستجابه، تفتح له ابواب السما بعد الانكاف، حتى تنال الاجر طيب ورحابه، اكسب رضا الخالق وتبشر بالانصاف. خلك على نهج النبي والصحابه، وخلك على نهج توارث الاسلاف، يا اهل السناب النص ضمن الكتابه، اقروا حروف النص في داخل القاف، خلف الفلاش الطيب مفتوح بابه، غطى على سياد المراجل والاعراف، حتى ولو ما يملك الله ثيابه، الفبركه والدبلجه صارت الحاف، اخوانكم في الحد ضد الحرابه، وانت على السفره تفاخر بالاسراف، هذه غلابه شجعتها غلابه، ولا الروابع كلها دقاق وضعاف، تبغى الحقيقه فاستمع للاجابه، وجه الحقيقه في السنابات من الله. سلامتكم. مبدع 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 ما شاء الله ما شاء الله عليكم. اليوم 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 الحلقه يا ابو سعود ناريه، مستبشرين بخير، نبي نكسبهم.